عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. هذا البرنامج اللي يأتيكم يوميا من الساعة 6 لين الساعة 8، جولات خلنا نقول جولات عديدة في داخل دولتنا الحبيبة قطر، نتكلم فيها عن أهم الفعاليات، أهم الأنشطة، أهم الأماكن السياحية اللي موجودة والواحد ممكن أنه يزورها خلال فترة بطولة كأس آسيا 2023. راح نتكلم عن أمور عديدة في حلقة اليوم، لكن بداية مسي عليكم بالخير ومسي على زميلي حسن. مساك الله بالخير حسن. مساك الله بالنور والسرور مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير، ويا هلا ويا مرحبا فيكم دائما وأبدا عبر شاشتكم الوطنية شاشة تلفزيون قطر، ونطل عليكم اليوم بهذه الأخبار عن ما يدور في بلادنا الحبيبة قطر. لكن اليوم والخبر الأهم في كأس آسيا، تأهل المنتخب طاجكستان لأول مرة يتأهل إلى بطولة كأس آسيا، ولأول مرة يتأهل إلى دور الثمانية ليكون المنتخب الأول في هذه البطولة من تأهله الأول إلى دور الثمانية. نبارك له ومعوضين خير المنتخب الإماراتي على خسارته من منتخب طاجكستان، بالإضافة إلى اليوم انتهت المواجهة العربية عربية ما بين منتخب العراق الشقيق والأردن الشقيق. أسود الرافدين قابلوا نشامى الأردن وانتهت المباراة بفوز الأردن. طبعا نبارك لهم على هذا الفوز ونقول هارد لك للمنتخب الشقيق العراق، ونتمنى طبعا التوفيق لجميع المنتخبات اللي تأهل واللي ما تأهل، نقول له هارد لك. يعني خلنا نقول يكفي وصول لهذه المرحلة، ونشوف أن تميز من أداء المنتخبات العربية اللي شاهدناها خلال هذه البطولة. نعم، وما ننسى الحدث الأهم اليوم واللي كلنا ننتظره، المباراة الجميلة ما بين المنتخبين الشقيقين اللي كل جمهور منه يحب الفريق الآخر. اليوم مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه الفلسطيني، نتمنى للفريقين التوفيق، بالتأكيد للعنابي التوفيق. واليوم يعني المنتخبين منتخب واحد، أكيد عرفت أكيد. فاليوم تشجع العنابي وتشجع الفلسطيني، واليوم إخوان ومحبة، الله يديم علينا هذه المحبة، وإن شاء الله نستمتع بهذه المباراة اللي بتنطلق بعد ساعة من الآن، الساعة 7 مساء على استاد البيت، ونتمنى التوفيق للعنابي. أكيد، سواء فاز العنابي راح نفرح مع العنابي، أو فاز المنتخب الفلسطيني راح نفرح مع الفلسطيني، كلنا أخوان وكلنا أشقاء. وهذه المباراة طبعا راح تبين شلون مدى حب الجماهير القطرية للمنتخب الفلسطيني، وأيضا المنتخب جماهير المنتخب الفلسطيني للمنتخب العنابي. أيضا لاعبي المنتخبين، يعني اليوم شفنا في بادرة لأول مرة تصير في كأس آسيا، وهو أداء القسم لمنتخب الدولة المضيفة، تنازل عنه كابتننا حسن الهيدوس ليجعل بهذا الشرف، يقدمه لأخيه قائد منتخب فلسطين الشقيق. فهذا يدل على اللحمة العربية والإنسانية والإسلامية واللحمة القطرية الفلسطينية بشكل خاص. الله يجمعنا ولا يفرقنا، والكرة هذه تجمع، ولكن آخر شيء هي تنافس شريف. نتمنى التوفيق لكل الفريقين والعنابي أكثر شوي. إن شاء الله نشوف العنابي تأهل، يعني هو بطل، خلنا نقول بطل كأس آسيا 2019 النسخة الماضية، فإحنا نبي أنه يكون محافظ على هذا اللقب في هذه النسخة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب القطري، منتخبنا الوطني، وأيضا المنتخب الفلسطيني. طبعا مشاهدينا مثل ما عودناكم دائما بداية كل حلقة ناخذ أخبار خفيفة تهم طبعا المجتمع، ونبدأها مع هذا الخبر من مؤسسة حمد الطبية التي نظمت قمة الشرق الأوسط للعلاج بالبروتون التي تنعقد للمرة الأولى في دولة قطر، وناقشت القمة أهمية استخدام هذا النوع من العلاج في مرض السرطان، إلى جانب الاتجاهات المستقبلية لرعاية مرضى السرطان في الشرق
الأوسط، وتعتبر هذه القمة وتركيزها على العلاج بالبروتون جزاء من الجهود التي جزءا من الجهود التي تبذلها مؤسسة حمد الطبية وقطاع الرعاية الصحية لتوفير خدمات رعاية صحية ذات مستوى عالمي لسكان دولة قطر باستخدام أحدث التقنيات والعلاجات الأكثر تطورا. وتضمن الحدث الطبي الذي استمر يوما واحدا جلسات علمية وحلقات نقاشية وتجارب المرضى ومناقشات حول الأساس السريري والفيزيائي والجوانب الإدارية للعلاج بالبروتون. نعم، يعني طبعا مؤسسة حمد الطبية دائما نشوف فيها العديد من التكنولوجيا، دائما في تطور من خلال الأجهزة الحديثة، من خلال توفير العلاج المميز خلنا نقول للمرضى، سواء في سرطان الله يكفينا يكفيكم شر أو في الأمور الأخرى. يعني يكفي عندنا خلنا نقول مستشفى سبيتار اللي هو متخصص في العظام دائما والإصابات الرياضية، وعندك سدرة أيضا المتخصص في الأطفال وعلاج الأطفال. نعم. تنوع، يعني تبي نذكر لنا تنوع المؤسسات الطبية عندنا في قطر، إن كانت الخاصة والحكومية، تنوع كبير، مستشفيات كبيرة، مستشفى حمد، مستشفى الوكرة، مستشفى الخور، المستشفى الكوبي، السدرة للطب، سبيتار، لو بنعد يعني العديد من المؤسسات الطبية الله يعينهم ويعطيهم العافية على كل ما يقومونه في خدمة البلد وتقديم كل الخدمات الصحية ذات الجودة العالية. خلنا نطلع شوي من الصحة ونروح التربية. نروح التربية، وزارة التربية والتعليم عندك. عندي الله. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مشاهدينا عن إقامة يوم التعلم عن بعد، وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء في ضوء تطورات العصر الحديث والتوجه نحو تعزيز مهارات التعلم الإلكتروني لتعزيز قدرات الطلاب والمعلمين على الاستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم وتعزيز مهاراتهم التكنولوجية. نعم، وحددت الوزارة يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 للاحتفال بهذه المناسبة، وخلال هذا اليوم سيتم إعطاء الحصص الدراسية عن بعد، مما يتيح فرصة فريدة للطلاب لاكتساب خبرات جديدة في بيئة تعليمية مبتكرة تساعد على تمكين الطلاب والمعلمين من تجربة التعلم الإلكتروني بشكل فعال، مع الحفاظ على الجودة التعليمية العالية، كما وسينفذ التطبيق على عدة مراحل، وقد تم اختيار عدد من المدارس ضمن المرحلة الأولى للتطبيق. يعني وزارة التربية والتعليم من خلال هذا اليوم، يعني مرينا في فترات ماضية اضطرينا إلى التعلم عن بعد، ولله الحمد كانت بلادنا الحبيبة قطر مهيئة ببنية تحتية رقمية هائلة ساعدت على التعليم عن بعد. بعد هذه التجربة وزارة التربية اليوم تعلن عن هذا اليوم للمحافظة على هذا الشيء، في حال لا قدر الله رجعنا إلى التعليم عن بعد، يعني الكادر التعليمي، الطلاب، أولياء الأمور مهيئين. نعم، يعني وهذه طبعا نشوف دائما جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أنها تطور في مستوى التعليم في شتى المجالات، سواء التكنولوجيا، سواء التعاون مع المؤسسات الأخرى، كلها لمصلحة طبعا الطالب ونجاح الطالب ووصوله إلى أعلى المستويات. فنتمنى التوفيق طبعا للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. نطلع من وزارة التربية والتعليم مشاهدينا الكرام إلى المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، حيث أعلنت عن تأهل 100 مشارك للتصفيات النهائية بجائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها 7 التي تقام تحت شعار زينوا القرآن بأصواتكم، وبرعاية رسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أكيد، وتهدف جائزة كتارة لتلاوة القرآن إلى تشجيع المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم واكتشاف الموهوبين ودعمهم وتقديمهم للعالم. وقد اختارت لجنة الفرز 100 متسابق لخوض التصفيات النهائية من أصل 1315 مشارك من 64 دولة عربية وأجنبية. يعني دائما هذه خلنا نقول الفعالية
تلقى استقطاب كبير، ونشوف دائما في تميز من خلال هذه المسابقة. والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة دائما نشوف فيها الفعاليات في شتى المجالات يعني، فيعطيهم ألف عافية ونتمنى التوفيق للمشاركين بإذن الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن، نطلع من هذه الأخبار إلى أول تقرير لنا. يعني أمس كان في حدث مميز في سوق واقف، شفنا الجماهير القطرية وهي موجودة هناك بهذه الأصوات والأهازيج اللي تشجع فيها المنتخب القطري. هذا كله كان مبادرة من مدرج العنابي لتشجيع المنتخب القطري والفلسطيني، نفس ما كنا نقول قبل شوي أن المنتخب الفلسطيني في قلوبنا، فكانت هذه المبادرة تشجيعية أمس قبل انطلاق المباراة اليوم. مش رأيك مع مشاهديننا نروح نشوف في هذا التقرير ونتعرف عليه؟ يلا نشوف. إذن مع هذا التقرير أول تقاريرنا لهذه الحلقة. نحن شركة هدهد للتسويق الإلكتروني، شركة تركية. اليوم بدرب لوسيل حابين نقدم هدايا للجماهير العربية والجماهير الخليجية، حابين نسألهم إيش توقعاتهم للمنتخبين قطر وفلسطين، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخبين. يعني أول شيء مباراة صعبة، لأنه يعني بلدين يعتبروا واحد، فلسطين وقطر. قطر من الدول الداعمة للقضية ومن الدول اللي بتدعم الشعب الفلسطيني، فيعني بنتمنى الفوز للمنتخب الفلسطيني طبعا، مع كل الحب لمنتخب قطر. فازوا قطر ولا فلسطين كلها واحد، ما عندنا أي اختلافية، ما عندنا مشكلة. يعني احنا سعيدين جدا انه احنا قابلنا قطر، لانه دولة شقيقة وهي دولة داعمة للقضية، واحنا بالنسبة لي توقعات ان شاء الله تعادل، لانه اثنين احنا شعب واحد. انا من قطر واشجع الاثنين، يعني لو فلسطين فازت بعد اشجعها، لو قطر فازت بعد افتخر لان منتخبي فاز. كنا نتمنى ان شاء الله يعني يكونوا الاثنين مش ضد بعض، الاثنين بالنهائي يلعبوا، وان شاء الله كل التوفيق للفريقين، وبتمنى لهم ان شاء الله الفوز، واحنا مع الاثنين. كلهم ان شاء الله اخواننا وكلهم ان شاء الله فايزين، لكن 2-0 لقطر ان شاء الله. سواء فلسطين او قطر فازت، فاكيد حنكون طالعين مبسوطين من المدرجات، وتوقعاتي 2-1 فلسطين. ولا شيء، قطر وفلسطين واحد، يعني حتى لو انه احنا فزنا الفلسطينيه او القطريه راح نكون مبسوطين، لانه احنا 2-1 يعني يعتبر. انا بحب قطر اكثر بلد في العالم لانها مساند الفلسطينيه اكثر، ونتمنى الحظ للكل. اتوقع تكون مباراه حلوه بين المنتخبين الشقيقين، واتوقع فوز قطر 2-0. نتمنى انه الفلسطيني صراحه تفوز، بس صراحه بنشجع الاثنين، يعني اذا قطر فازت حنفرح، واذا فلسطين اكيد راح نفرح، بس نتمنى انه يكون الفوز فلسطيني. والحياة تعترف فينا أخيرا. إن شاء الله قطر تفوز، والتوفيق حق المنتخب الفلسطيني، يعني الاثنين عزاز يعني علينا. أنا من مملكة البحرين، توقعاتي إن شاء الله بكرة قطر. أتوقع قطر بيفوزون، مباراة صعبة لفلسطين. أكيد قطر هي اللي راح تربح، بما أنه كمان هي أوريدي إنه هي ربحانة قبل بلقب آسيا، فبحس انه هي اللي رح تربح، وطبعا كلياتنا قلوبنا مع فلسطين، ونحن بننبسط يعني اذا تربح قطر او فلسطين، وبالنهايه نحن كلنا بلد عربي كلياتنا واحد. يعني We'll be right back.
حياكم الله من جديد مشاهدينا من بعد هذه المبادرة الجميلة في درب لوسيل لتشجيع طبعا المنتخب القطري والمنتخب الفلسطيني لمباراته اليوم. ننتقل إلى موضوع آخر ونبدأ أولى فقراتنا الحوارية، حيث يتواصل التحدي في كأس آسيا والتأهل للدور 16 وأيضا دور 8 منتخبات عربية من أصل 10 منتخبات شاركت في البطولة، كما وتناول الإعلام الرياضي البطولة القارية بزوايا مختلفة، فنرصد بعض هذه القراءات الإعلامية في هذه الفقرة. نعم، ونتابع حظوظ المنتخبات العربية بعد جولتها الأولى، حيث تأهل المنتخب الأردني أول المنتخبات العربية إلى دور 8 وتجاوز الدور الربع النهائي في آخر مشاركاته لهذه البطولة اليوم التي تستضيفها قطر. راح نتعرف أكثر على هذه الأمور وكأس آسيا وما يحدث في الأخبار الرياضية من خلال ضيوفنا الكرام، السيد نبيل التليلي رئيس تحرير القسم الرياضي في العربي الجديد، حياك الله معنا اليوم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالمشاهدين. الله يجزاك خير. والسيد إبراهيم الزغول عضو رابطة جماهير المنتخب الأردني، نبارك لكم هذا الفوز اليوم على أسود الرافدين. أفضل إن شاء الله قطر وتأهل قطر بإذن الله. إن شاء الله يعطيكم العافية وحياكم الله. طبعا معنا في استديوهاتنا في إكسبو أستاذ إبراهيم، يعني بداية نبارك لكم على هذا الفوز والتأهل. تكلمنا عن الدعم اللجنة المنظمة لروابط المشجعين وأهم الإرشادات اللي قدموها للجماهير. بداية مساء الخير عليك وعلى مشاهدين الأعزاء. اسمح لي قبل الخوض في حديثنا أني أوجه تحية لأخواننا اللي ما ننساهم في غزة وفي فلسطين، نترحم على شهدائهم، نتمنى أو نرجو الله النصر للشهداء الذين ما زالوا يمشون على الأرض. بالنسبة للجنة المنظمة لكأس آسيا، يعني بدون مجاملة قطر لم تترك شيئا للصدفة، يعني كل شيء محسوب حسابه. اللجنة المنظمة كانت يد بيد مع الجماهير دائما، كانت تمدهم بالإرشادات اللازمة لدخول الملاعب على سبيل المثال، مثل المواد المسموحة، المواد المحظورة، مداخل ومخارج الجماهير بالنسبة للملاعب. فهذه الأشياء كلها كانت اللجنة المنظمة تعطينا إياها نوصلها للجماهير، وكانت معنا دائما حتى يعني في دخولنا في خروجنا على الملاعب دائما موجودين معنا. جميل. نتمنى لكم التوفيق، وراح نخوض شوي على فوزكم اليوم ودور الجماهير، لكن ننتقل بالسؤال للسيد نبيل. كأس آسيا قطر 2023 حمل العديد من الأرقام القياسية، مفاجآت، تأهل المنتخب السوري والفلسطيني لأول مرة إلى كأس آسيا، مباراة قوية بين المنتخب العراقي والياباني، وأسود الرافدين فازوا على الساموراي العراقي، طاجكستان لأول مرة في تاريخها تتأهل لكأس آسيا، والمنتخب الأول في تاريخ كأس آسيا الذي يتأهل من أول مرة إلى دور الثمانية، منتخب فلسطين أول مرة يتأهل إلى دور 16. اليوم كأس آسيا قطر 2023 بهذه الأحداث الجديدة والتي تحدث لأول مرة، ماذا يعني لكم أنتم كصحفيين وإعلاميين رياضيين تتابعون هذه البطولة؟ هذا يؤكد بشيء لا يمكن الشك فيه، أن الخارطة تغيرت في العالم، خارطة كرة القدم تغيرت في آسيا مثل ما هو الحال أيضا في إفريقيا، تغيرت لأنه تقلصت تلك الفوارق. بالأمس لما كنا نحكي منتخب اليابان أمام منتخب العراق، لا المنتخب الياباني عنده حظوظ الفوز أكثر، يعني هو مرشح فوق العادة قبل ما تبدأ المباراة. الميدان اليوم كشف أن الحقيقة غير، أن الواقع غير، الكل يهاب المنتخب الياباني، كوريا مش عارف، المنتخبات الكل صارت تهرب من أن مواجهة المنتخب الياباني. الميدان اليوم أثبت العكس، أثبت أن كرة القدم تعتمد على الواقعية، أنه لكل مجتهد النصيب، أنه كل منتخب يجتهد سيجد في النهاية نصيبه. وهذه المنتخبات التي تأهلت تأهلت عن جدارة، ما حدش عمل عليهم مزية، هذه المنتخبات استحقت التأهل. فلسطين تأهلت عن جدارة، طاجكستان أثبتت مرة أخرى أنها منتخب يعمل
ويعمل في جد وقادر على المضي قدما، ولا يعني ليس لن يكون مفاجأة إذا رأينا هذه المنتخبات بشكل متقدم في الأدوار القادمة. جميل جميل، الله يعطيك العافية. سيد إبراهيم، يعني لو نتكلم اليوم بعد فوز المنتخب الأردني منتخب النشامى على المنتخب العراقي الشقيق، شلون كانت فرحة الجماهير، شعور الجماهير بعد هذا الفوز والتأهل؟ يعني هي فرحة لا توصف. يعني قبل المباراة معظم المحللين كانوا يرجحوا فوز المنتخب العراقي الشقيق، فالفوز وكأنه أصبح فوزين، الفوز على من شكك بقدرات الأردن والفوز في المباراة. نحن من قبل البطولة على ثقة كنا بمنتخب النشامة. منتخب النشامة دائما في الأوقات الصعبة على الوعد، خصوصا في البطولات المجمعة، يعني في تجاربنا السابقة في آسيا في البطولات المجمعة كنا نؤدي ونؤدي بطريقة ممتازة جدا. ربما البعض صور الشك بسبب المباريات الودية ونتائجها اللي كانت ربما ليست على قدر الطموح، بس المباريات الودية تختلف أيضا، لكن يعني لكل مباراة حساب معين. يعني المباراة الودية هي بالنهاية مباراة تحضيرية، هي مباراة استعدادية يجرب بها خططه وتكتيكاته المدرب، فالمباراة الرسمية غير، وأثبت النشامة أنهم غير، النشامة ما منهم سلامة. سيد إبراهيم، أنت حضرت المباراة اليوم؟ حضرت، أنا من الملعب لعندكم عشان كذا الصوت رايح. ما ظل صوت. طيب، بما أنك عضو رابطة الجماهير، اليوم كانت المباراة جدا صعبة، منتخب قوي جدا، أسود الرافدين، تقدموا في البداية 2-1 إلين الدقائق الأخيرة، ومن بعدها انقلبت النتيجة 3-2 وفوز النشامة الأردنيين. اليوم أنتم كجماهير شلون كان دوركم في الملعب؟ يعني ظليتوا مع المنتخب الأردني إلين آخر يعني لحظة في المباراة، والدليل صوتك راح. وقوف الجماهير اليوم مهم في المنتخبات؟ أخي العزيز، لو لاحظنا توقيت الهدفين الثاني والثالث المنتخب الأردني جاء في الوقت بدل الضائع. إذن الموضوع ليس تكتيكا، وإنما هي الروح، روح اللاعبين، روح اللاعب الأردني بالدرجة الأولى، والروح التي تعطيها الجماهير. الإحصائية قبل مباراة اليوم، الجماهير التي حضرت مباريات الأردن 100,000 مشجع قبل مباراة اليوم، مباراة اليوم ربما وصل العدد إلى 120,000 مشجع. الجماهير الأردنية لا تتخلى عن منتخبها في السراء وفي الضراء. يعني منتخب اليوم خاسر 2-1 كانت النتيجة، الجماهير تشجع، الجماهير تساند، الحمد لله حالفنا الحظ وتعادلنا ومن ثم تقدمنا وفزنا في المباراة. فاللاعب الأردني ونفسية اللاعب الأردني تعتمد كثيرا على الروح. نعم. يعني دائما أقول في مباريات منتخب ربما 50% للتكتيك المدرب و 50% لنفسية وروح اللاعبين، أداء الجماهير، روح اللاعبين تتحصل من أداء الجماهير ومن الجماهير الحاضرة. صوتها رايح. لازم تشجيع اليوم بدم وضمير. نبي صراحة من الجمهور القطري اليوم يطلعون من المباراة صوتهم هالشكل رايح. لا، هذا لا توصي جماهيرنا ما يقصرون. إن شاء الله. سيد نبيل، يعني لو نتكلم عن مدى تأثير الإعلام ونقل الإعلام أيضا ودعمه للمنتخبات المشاركة في هذه البطولة، كيف ممكن أن الإعلام يسبب أو ينقل صورة جميلة لهذه البطولة، يشجع المنتخبات، يدعم المنتخبات في هذه البطولة؟ شوف، احنا محظوظين أنه عايشين هنا في قطر، عشنا كأس عالم، عشنا واحدة من أجمل كؤوس العالم. أنا شخصيا حضرت أكثر من منافسة رياضية وأكثر من حدث رياضي من كؤوس عالم أو مسابقات قارية. كأس العالم في قطر كانت أجمل نسخة على الإطلاق بشهادة جميع الملاحظين. يعني عندما يقف أنفانتينو ويقول أنا سعيد وفخور بما تحقق في قطر في مونديال قطر، ومن الصعب تكرار هذه النسخة، هذا اعتراف ليس بعده اعتراف. وكل الملاحظين، أنا حتى كنت مع بعض الإعلاميين اللي حاضرين هنا أجانب، وكان الكل يعني كان السؤال المطروح، أكبر سؤال مطروح عندهم هو
يعني يخشون ممن سينظم المسابقات القادمة. يعني هذا البلد الذي سينظم ماذا سيقدم أكثر مما قدمته قطر؟ هذا في كأس العالم، ماذا عن الإعلام الآن في كأس آسيا؟ كيف تناول الإعلام الآسيوي بشتى ثقافاته وبلدانه المشاركة؟ هو حضور قياسي هنا في كأس أمم آسيا لتغطية هذا الحدث. بعض الإعلاميين حضروا لأنهم عاشوا نسخة مونديال قطر فحبوا يزيدوا التجربة تجربتي، وفي ناس كانوا يعني حرمتهم أنهم يحضروا كأس العالم، فكان إصرار منهم أنهم يحضروا كأس أمم آسيا. يعني كل شيء كان جاهز هون في قطر، الجميع اندهش مما يوجد هنا في قطر، حتى باتت كل تفاصيل الحياة في قطر منقولة في كل أنحاء العالم، العالم كله شاهد على سعادة كل من حضر من إعلامي أو حتى من مواطن عادي لتشجيع منتخب بلده في هذا الوطن الحبيب. جميل 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 جدا، الله يعطيكم العافية. وطبعا ما ننسى دور الإعلاميين في بطولة كأس العالم، وأيضا هذه البطولة والمركز الإعلامي طبعا اللي يقدم العديد من الخدمات للإعلاميين في مشيرب طبعا لتغطية أحداث هذه البطولة بشتى محاورها وأنواعها. سيد إبراهيم، يعني لو نتكلم اليوم عن تحضيراتكم كمشجعين للمباراة الجاية، من راح تكون للحين؟ مع طاجكستان. هم أول فريقين حجزوا مقاعدهم في دور الثمانية. شلون المعنوية وتجهيز الجماهير؟ المعنوية جدا عالية، ومن مرحلة لمرحلة بتعلى أكثر. فالآن التجهيزات راح تكون للاحتفال، ما في تجهيزات احتفالات. اليوم احتفال. اليوم نحتل الدوحة. إن شاء الله من بكرة تبدأ التجهيزات بالنسبة لجماهير موضوع التذاكر، لأنه هذا أيضا موضوع التذاكر موضوع مؤرق للجماهير صراحة. يعني راح نحاول التواصل مع الاتحاد الأردني ومن ثم مع الاتحاد الآسيوي لتأمين أكبر عدد التذاكر ضمن النسبة المسموحة للجماهير الأردنية. تجهيز الأهازيج التي يعني دائما نسعى نسمع شيء منها لتجديد اليوم الحين ابي اسمع شيء يعني اردني. اليوم انتم فايزين، سمعنا. شيلوها شيلة والفوز لينا، شيلوها شيلة والفوز لينا. ما يقدر ما يقدر فوز رايح. طيب طاجكستان والاردن، كان راح تكون النتيجه ومن الفائز؟ صعب التكهن، ادوار الاقصائيه صعب التكهن بنتائجها. طاجكستان منتخب شاهدته أنا، منتخب ليس سهلا. الحصان الأسود للبطولة. أنت اليوم ويلعب على الإغلاق الدفاعي. أنا ما أبي تحليل، أبي أنت وش النتيجة المتوقعة ما بين الأردن وطاجكستان؟ 1-0 الأردن. للأردن إن شاء الله. شو رأيك أستاذي؟ في منتخبات تولد في رحم البطولة، أنا شايف أنه منتخب أردني يكبر كل مع كل جولة، وأعتقد أنه المنتخب الأردني قادر على تجاوز منتخب طاجكستان، واتمنى ذلك طبعا. السؤال الختام اللي نختم فيه دائما، نختم فيه طبعا، من تتوقع المباراه النهائيه تكون بين من ومن؟ شخصيا نشوف انه مش يكون فيها طرف عربي، ممكن نشوف انه قطر اليابان كوريا، يعني شيء من هذا. ما في قطر واليابان راح يتواجهون يعني قبل يعني قطر، اذا في حال تاهلت اليابان او ايران. قطر سيكون طرف نهائي بدون الطرف الثاني. كانوا يراهنون ما بين العراق وبين السعودية وكوريا، اليوم الأردن أقصى العراق، هل نقدر نقول الأردن العراق كوريا؟ أتمنى أن يكون نهائي عربي. أتمنى إن شاء الله. ثادي نهائي عند من؟ إن شاء الله قطر والأردن. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نتمنى أنه يكون دور عربي جميل. أنت اليوم يعني نقول هارد لك على خروج تونس من أمم أفريقيا، وأغلب المنتخبات العربية خرجت، ما بقي إلا المغرب وموريتانيا. يعني ندري أنه شوي يعني في داخلك الأفريقية. المنتخبات العربية في أفريقيا دفعت ثمن الغرور. اليوم كرة القدم تعترف فقط بمن يعمل. هذه المنتخبات التعالي والغرور من شأنه أن يقزم صاحبه ولا يقود معه. بالتوفيق للمنتخب المغربي والموريتاني إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، طبعا استمتعنا في الحديث معاكم، كل الشكر لك سيد إبراهيم الزغول، وأنت طبعا عضو رابطة جماهير المنتخب الأردني، وسيد نبيل التليلي رئيس تحرير القسم الرياضي في العربي الجديد، كل الشكر لكم على تواجدكم معنا اليوم. حياكم الله. شكرا. إذن قمة عربية، يقول إبراهيم، يقول أردن وقطر،
نقول قبل ما نستبق الأحداث إن شاء الله اليوم منتخبنا يكون على قد الثقة هذه إن شاء الله ونشوف مباراة جميلة. عبد الرحمن وأنت بتطلعنا الحين أجواء ولا تقرير؟ أتوقع نروح تقرير نشوف تقرير خلاص. يلا طبعا جماهير مشاهدينا وسط هذه الأجواء المثالية ومشاركة قياسية وحضور جماهيري كبير، نظم سباق السيارات والدراجات النارية بطولة الريس للسيارات. خلونا نشوف تفاصيل أكثر في هذا التقرير ونرجع لكم. أجواء تنافسية ومشاركة مميزة شهدها ختام منافسات الجولة الثالثة من البطولة العربية للدراج ريس التي نظمها نادي سباق السيارات والدراجات النارية على مدار 3 أيام بمضمار الدراج ريس وبمشاركة الدول الخليجية. دائما نادي قطر يعني سباق في 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 التميز يعني من بين الأندية سواء محليا أو دوليا، والحمد لله رب العالمين، يعني سمعتنا طيبة بين الإخوان في دول مجلس التعاون ودائما سعيدين بتواجدهم معنا في النادي. نتائج منافسات الجولة الثالثة أسفرت عن خلط أوراق المنافسة على ألقاب الفئات التسع، وهو أمر من شأنه أن يجعل الجولتين المتبقيتين من عمر البطولة أكثر إثارة وحماساً بين غالبية المتنافسين. البطولة بدأت بالجولة الأولى بمشاركة تقريباً 95 متسابق أكثر بقليل، البطولة بالجولة الثانية ازداد عدد المشاركين ل 115 متسابق، والجولة هذه كان هناك مشاركة أكبر فاقت تقريباً 130 متسابق. كان لدينا فئات لجأنا فيها لأول مرة إلى جدول مواجهات الدور يسمى بدور 32، يعني اتسع عدد المشاركين. وما يميز البطولة حقيقة هو الأرقام التي تتقارب بين المتسابقين، فنادرا ما نرى متسابق يفوز ويحقق الفوز في الجولة التي تليها. توزع منصات التتويج، أكثر من اسم كان حاضر معنا على المنصات، وهذا يؤدي لازدياد الصراع أكثر وأكثر على صدارة الترتيب العام للبطولة. وفي الختام قام سعادة الشيخ جبر بن خالد بن جبر آل ثاني مدير نادي سباق السيارات والدراجات النارية بتتويج الفائزين 3 الأوائل في كل فئة وسط أجواء رائعة، لتختتم بذلك فعاليات الجولة الثالثة للبطولة العربية للدراج ريس، ولتبدأ الاستعدادات مباشرة للجولة الرابعة وقبل الأخيرة، والمقرر إقامتها يومي الخميس والجمعة القادمين الأول والثاني من شهر فبراير القادم. مشاهدينا الكرام، مع ثاني فقراتنا لهذا اليوم، حيث نظم مكتب الإرشاد المهني في عمادة شؤون الطلبة بمعهد الدوحة للدراسات العليا النسخة 7 للمعرض المهني، والذي شاركت فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة في مجال قطاع التعليم والمال والأعمال والصحافة والإعلام.
يعد هذا المعرض المهني فرصة مناسبة تساعد طلبة وخريجي المعهد وتمكنهم من التعرف على أهم وأبرز الشواغر المهنية اللي يقدمها سوق العمل القطري. راح نتكلم أكثر حول النسخة السابعة للمعرض المهني. يسرنا نستضيف الأستاذة علياء شبارو، أخصائية الإرشاد المهني وتنمية مهارات الطلبة بمعهد الدوحة للدراسات العليا. حياك الله معنا أستاذة علياء في استديوهاتنا في إكسبو. حياك الله. شكرا لاستضافتنا وشكرا على المقابلة، أتحتوا لنا الفرصة لنخبركم أكثر على المعرض المهني. نبيس تخبرينا الحين أكثر عن النسخة السابعة لهذا المعرض. أوكي. تميزت هالنسخة أنه كان في عدد حضور أكبر من الشركات، ارتفعت نسبة المشاركة تقريبا 35%. فشارك حوالي 47، وانتهينا بنهار المعرض ب 48 جهة حكومية وغير حكومية، ومثل ما ذكرت حضرتك من مختلف القطاعات، البنوك، البنوك، الصحة، التعليم، الوزارات أكيد، وكمان كان في social work أو الخدمة المجتمعية، وكان في كمان قطاعات أخرى كانت موجودة معنا مثل الميديا، الإعلام وما غيره، وحتى المستشفيات. فكانت غطت قطاعات كبيرة بالدولة، وكان في مشاركة واسعة من الحضور، والحمد لله يعني كانت نسخة ناجحة رغم المصاعب اللي ورافقت الحضور الكبير اللي جاء على المعرض. جميل جميل. طبعا كونها وصلت للنسخة السابعة هذا دليل على نجاح هذا المعرض وهمية أيضا هذا المعرض. فنبي نتكلم اليوم عن دوره في تقديم فرص مهنية تساعد الطلاب وخرجي هذا المعهد عشان يتعرفون على أهم وأبرز الشواغر المهنية في سوق العمل الإلكتروني. هلا هو المعرض بيبدأ أول أهداف لإله إنه بيخلي الطالب يتواجه أو يشوف أو يتواصل مع المؤسسات المشاركة. فالطالب بدل ما يكون على اللابتوب بس عم بيحاول يدور على وظائف أو تدريبات، بيقدر يشوف الممثلين من الموارد البشرية، يتواصل معهم، يسألهم الأسئلة، يسألهم عن متطلبات التوظيف، متطلبات التدريب. فهي بتعطيه فرصة إنه يختلط بالأشخاص المعنية بشكل أفضل. فهذا الجزء الأول. الجزء الثاني بالتسجيل، بنموذج التسجيل اللي بتسجله الشركات بحطوا الشواغر المتوفرة، وهيدي المعلومات كلها نحن بنجمعها وبنحطها على شاشة عرض في مدخل المعرض، وبيقدر الطالب أو الزائر يطلع على كل التفاصيل وبيقدر يقدم بشكل أفضل وأسهل. جميل. يعني أنت ذكرت تقولين فرص للطلاب، نبي نتحدث أكثر عن هذه الفرص. المعرض هذا قدم فرص للطلاب مثل ما ذكرتي، نبي نتعرف على هذه الفرص التي تساعد الطلاب وتتوافق مع طموحاتهم المستقبلية وفرص التدريب اللي راح يستفيدون منها من خلال هذا المعرض. صعب أحصي لك لأنه 47 جهة، كل جهة قدمت فرص تدريب وفرص توظيف، ولكن لأنه اليوم بعت إيميل قبل ما أطلع من الدوام، في مثلا حتى ما يصير عليهم ضغط رح ما أذكر الأسماء، المؤسسات الإعلامية طالبة في منهم تدريب، في منهم طالبة مذيعين، في مؤسسات أخرى طالبين مهندسين، في مؤسسات أخرى طالبين تدقيق لغوي، مترجمين. فهو هيدا هو كان نوع الوظائف اللي كانت مطلوبة، وبعد في عديد بس ما هقدر أحصيها كلها حاليا. يعطيكم العافية. يعني اليوم لما نتكلم عن معهد الدوحة للدراسات العليا هو من أحد خلنا نقول المؤسسات التعليمية الرائدة في دولة قطر، والعديد من التخصصات صراحة اللي يتطلبها سوق العمل القطري. فنتمنى لكم التوفيق. اليوم نتكلم عن الجهود المبذولة لربط جسور التواصل بين الطلبة والمؤسسات الفاعلة والفعالة في قطر، والحصول أيضا على المعلومات الصحيحة من المصدر الأصلي لهذه المؤسسة من خلال المعرض. نعم. هلا مثل ما ذكرنا نحن دعينا 47 جهة تتكون موجودة وتقدر تتواصل مع
الطلبة. وكمان على هامش المعرض نظمنا مثل ورشات تعريفية، كمان حضر عدد من المؤسسات هيدي الورشات وتواصلوا مع الطلبة كمجموعات، شرحوا لهم شو نوع العمل أو شو نوع الأوبريشنز اللي بتقدموها الشركة، شرحوا لهم شو الوظائف المطروحة، شو المتطلبات المطروحة، كيف بيعاملوا، كيف هي بيئة العمل. فكمان هيك هدول القصص كانوا كتير مفيدين بصراحة بالمعرض، لأنه إجا عديد من الممثلين الشركات من كذا قسم وكلهم عملوا عرض قدروا يوصلوا للطالب بيئة العمل وعرفوه أكثر وأكثر على المؤسسة وطريقة عملها. فهيدا هو كمان كان مميز، أنه على هامش المعرض كان في ورش تعريفية أو جلسات تعريفية من المؤسسات. جميل. يعني معرض جمعته الطالب نعم. مع الجهات الأخرى إن كانت حكومية أو خاصة، الجهات نفسها عرضت ما لديها. ماذا عن الطلاب؟ كيف كان تفاعلهم من خلال هذا المعرض؟ بصراحة الطلاب، يعني أنا بيوصلني فيدباك لأنه بنهارة الفعالية أنا بجمع فيدباك، الطلاب كانوا متحمسين لوجود 47 جهة، شوي كان في حضور كبير وملفت، شوي الطلبة حسوا أنه في كان ضغط، ولكن الطالب من بعد المعرض تواصلوا معي بالإيميلات وكان في يعني كان في كانوا مبسوطين من الوجود اللي كان من المؤسسات. فهي عملية التوظيف شوي طويلة، فهلأ بيكون هيدا عملية هيك يعني بس مبسوطين أو مقدرين لجهودنا، ولكن عملية التوظيف طويلة بتاخد أوقات شهر شهرين أوقات سنة. فبيصعب هلأ الطالب يقدر يقول أنا الحمد لله حصلت على وظيفة، ولكن هلأ هو صار عنده معلومات أكثر عن سوق العمل، صار عنده تفاصيل أكثر عن متطلبات سوق العمل، واللي بيسهل عملية إيجاد الوظيفة. جميل جميل، الله يعطيكم العافية أستاذة علياء. طبعا على خلنا نقول إتاحة الفرصة للطلاب خلنا نقول يتعرفون على سوق العمل الإلكتروني ويتعرفون على هذه الوظائف من خلال المعرض المهني اللي تقدمونه. كل الشكر لك استاذة عليا إشبار، أخصائية الإرشاد المهني وتنمية مهارات الطلبة بمعهد الدوحة للدراسات العليا. كل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم. شكرا لاستضافتنا ويعطيكم ألف عافية. أرلك خروج المنتخب اللبناني. مش مشكلة، خيرة بغيرة. إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام خلونا نطلع معاكم في هذا الفاصل، من بعدها نستكمل باقي فقرات البرنامج، ابقوا معنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا، مستمرين معاكم في برنامج حياتنا. نظم مكتب التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة قطر الملتقى الثالث للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة في جامعة قطر، دمج الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم العالي، ويغطي أيضا الملتقى جوانب مختلفة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم العالي. كما انطلقت فعاليات معرض جامعة قطر للكتاب في نسخته الثانية، وتسعى دار نشر جامعة قطر لاستقطاب المثقفين والكتاب وتوفير الفرص للطلاب للحصول على الكتب التي يبحثون عنها في جميع المجالات التعليمية والأكاديمية. للحديث أكثر بتفاصيل عن هاتين الفعاليتين في جامعة قطر، يسرنا نستضيف كل من الدكتورة منى المرزوقي، مساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة قطر. حياة الله معنا اليوم. الله يحييكم، مساكم الله بالخير. يمسيك بالنور إن شاء الله. وأيضا عبر الهاتف السيد علي محمد، أخصائي تسويق واتصالات أول بدار نشر جامعة قطر. حياك الله معنا اليوم. الله يحييك ويمسيكم الله بالخير. يمسيك بالنور ويا مرحبا بكم معنا اليوم في استديوهاتنا في إكسبو الدوحة للبستنة. دكتورة منى، يعني بداية لو نتكلم عن هذا المنتدى الثالث للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة في جامعة قطر تحت عنوان دمج الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم، نبي نتعرف عن هذا المنتدى، ايش اللي ينظمه مكتب التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة؟ طبعا مكتب التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة هو مكتب تابع لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ويعقد سنويا منتديات خاصة بضمان جودة التعليم. اخترنا هذه السنة موضوع دمج الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم العالي. وطبعا سبب اختيارنا لهذا الموضوع اللي هو التقدم الهائل في هذا المجال واهتمام دولة قطر فيه استراتيجيا، فالموضوع يتماشى مع استراتيجيات الدولة. الآن مثل ما تعرفون عندنا الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، صحيح، صدرت في 2019، تركزت حول أمرين أساسيين، وهي قدرة دولة قطر على إنتاج تطبيقات خاصة بالذكاء الاصطناعي، وأيضا أن تكون الدولة قادرة على الاستخدام الفعال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. جميل. بالإضافة إلى ذلك في شواهد أخرى اللي يعني تبين مدى أهمية هذا الموضوع في الدولة. عندنا استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، فيها يعني فيها سبع نتائج، واحدة منها عن تجهيز قوى عاملة للمستقبل، بحيث أنه يكونون حاصلين على تعليم معزز بالرقمنة. فالتعزيز بالرقمنة يعني استخدام منها يعني استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم. بالإضافة إلى ذلك النتيجة المرتبطة بالتميز المؤسسات الحكومية، فدولة قطر الآن تسعى إلى رقمنة 90% من خدماتها، بالإضافة إلى تزويد موظفين القطاع الحكومي بالمهارات الرقمية اللازمة، يعني أكثر من 90% من الموظفين تكون عندهم هذه المهارات. فالموضوع أيضا يتماشى مع استراتيجية جامعة قطر أن احنا نحرص أن يكون تعليمنا مبني على محاور للتميز في التعليم، منها أن يكون تعليمنا مدعم بالوسائل التكنولوجية والرقمنة، استخدام طبعا الذكاء الاصطناعي أحد هذه الأدوات. جميل جميل. إذن من المنتدى الثالث للتطبيقات للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة إلى المعرض، معرض جامعة قطر للكتاب في نسخته الثانية، مع ضيفنا السيد علي عبر الاتصال، ما هي الأهداف الرئيسية من معرض جامعة قطر للكتاب؟ طبعا الغاية من المعرض هو تعزيز سبل التواصل محليا وإقليميا ودوليا، بهدف تطوير التوزيع والبيع والنهوض به، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الفكرية العربية المماثلة للمحتوى. نعم جميل. نعم. عندك إضافة سيد علي تبي تقولها؟ لا لا. نعم زين، لو نتكلم عن دور النشر والمراكز القطرية اللي تشارك أيضا في هذا المعرض. طبعا هناك عندنا يعني 38 دار مشارك للمعرض هالسنة. طبعا أبرزهم من داخل قطر وزارة الثقافة، منتخب الناشرين، دار الوثائق القطرية وهذه أول مشاركة له في معرض كتاب، ووزارة الأوقاف،
مجازة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي. وطبعا عندنا بعض المكتبات وعندنا مشاركات خارجية، 8 مشاركات عندنا من الكويت والسعودية، عمان، الإمارات والمغرب. جميل جميل جدا. نرجع لضيفتنا في الاستديو الدكتورة منى مع المنتدى الثالث للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة، ما هي الأهداف التي حققها ومخرجات هذا المنتدى؟ طبعا المنتدى هذا كان له عدد من الأهداف، منها تبادل الخبرات مع المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي تحديدا قطاع التعليم العالي، ومعرفة أهم الأدوات اللي يمكن استخدامها في العملية التدريسية وفي ضمان جودة البرامج الأكاديمية وتحسينها وتطويرها المستمر. بالإضافة إلى معرفة كيفية إدماج هذه الأدوات في العملية التعليمية. الهدف ليس فقط أن احنا نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بل نستخدم الأدوات اللي تساعدنا في رفع مستوى التعليم لدينا في الجامعة، ولا يخلو ذلك من تحديات. يعني أكيد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تشكل تحدي إذا ما استخدمناها بشكل طبعا خاطئ، لكن احنا لابد أن نقف على هذه التحديات ومعرفة كيفية معالجتها. فالمخرجات اللي خرجنا بها من هذا المنتدى حقيقة كانت جدا قيمة، من خبراء ومختصين من الجامعة وخارج الجامعة. يعني من عندنا مشاركة كانت من المغرب وأيضا من منظمة اليونسكو، فاللي أكدوا على أهمية مواكبة القطاع التعليمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى التعليم لدينا، وأيضا عرفنا كيفية إدماج هذه التطبيقات الهامة في مجال الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. أكدوا على أهمية وجود مبادئ توجيهية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، لأن مثل ما قلنا لو استخدام خاطئ هو يعطينا المعلومة، يعني ممكن إحنا لو رجعنا لها بدون الإشارة إلى أن المصدر المعلومة هذه يعتبر خرق للنزاهة العلمية، هو الأمر اللي ما نبي نوصل له. وكان في مخرج حقيقة جدا هام بالنسبة لنا، اللي هو أن تأخذ مؤسسات التعليم العالي على عاتقها إثراء المحتوى الرقمي الذي يتناسب مع الهوية العربية والإسلامية. لأن في النهاية أدوات الذكاء الاصطناعي الإنسان هو اللي يغذيها بهذه المعلومات. يعني مثل اليوم وزارة التعليم في أول أخبارنا أعلنت عن يوم التعلم عن بعد، وهذا يدخل ضمن ما قالته الدكتورة. تبي تقول شيء عبد الرحمن؟ أكيد. طبعا ننوه للسادة المشاهدين بانطلاق صافرة البداية لمباراة المنتخب الوطني المنتخب القطري بين منتخب الشقيق منتخب فلسطين، نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخبين، لكن نبي نشوف فوز عنابي اليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا المنتخب العنابي ضد نظيره المنتخب الفلسطيني الشقيق، وكلنا شوق ورغبة في معرفة من سيتأهل إلى دور الثمانية. نرجع إلى ضيفنا عبر الاتصال السيد علي، و عن معرض الكتاب. أحس تبي تسأل شيء، تبي تسأل عبد الرحمن؟ يعني هو ذكر السيد علي أن في 38 دور نشر مشارك في هذه النسخة، لو نتكلم يعني شلون أن تسهم مشاركة دور النشر والمراكز العربية في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي من خلال هذا المعرض؟ هو طبعا عن طريق تشبيك المؤسسات البحثية من خلال انفتاح بعضها عن بعد فينا يخص التوجهات العامة للنشر بالوطن العربي. والمجالات ذات الأهمية في وقتنا الراهن للنهوض بقطاعات البحث والنشر اللي لها أهمية كبيرة في بناء صرح المجتمع. جميل جميل. طيب ما هي الإنجازات التي حققتها دار نشر جامعة قطر في مجال النشر الأكاديمي والعلمي؟ ولله الحمد طبعا تأسست دار النشر في سنة 2018، ولين يومنا هذا في عندنا 70 إصدار بالتعاون مع أكثر من 77 مؤلف داخل وخارج قطر. وآخر إصدارات دار النشر هم واجبات الإنسان للأستاذ مسلم بن سالم بن علي الوهيبي، والكتاب الذي أصدر باللغة الإنجليزية للدكتور خالد المصليطي Country for Origin Effect، والنظام السياسي القطري لعبد الرحمن بن حمد بن قاسم آل ثاني، والسياسة الخارجية لدول الخليج الصغرى. جميل.
دكتورة منى، يعني لو نتكلم نرجع نتكلم عن المنتدى الثالث للتخطيط الأكاديمي وضمان جودة الجودة في جامعة قطر، نبي أهم ما تضمنها وأبرز ما تضمنها هذا المنتدى. المنتدى ضم عدد من المحاور، يعني أولها أثر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، كذلك تحدث عن أهم التطبيقات اللي ممكن استخدامها في العملية التدريسية وفي تقييم الطلبة في المجال التعليمي، وكما ركز على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية تقييم مخرجات التعلم للبرامج الأكاديمية وكيف احنا نقدر نستخدمها في عملية التحسين المستمر لبرامجنا الأكاديمية. وآخر شيء كان في نقاش مفتوح يعني بين الخبراء والمختصين والحضور حول أهم التحديات اللي ممكن أنها تثور بسبب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وأهم الحلول اللي ممكن إحنا نلجأ لها. يعني دكتورة منى، أنت تكلمون عن هذا المكتب، مكتب التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة، خلنا نتعرف عليه أكثر عن هذا المكتب في جامعتنا الوطنية جامعة قطر. مكتب التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة معني بالدرجة الأولى بكل ما يتعلق بالبرامج الأكاديمية، يعني رحلة حياة البرنامج الأكاديمي من لحظة التخطيط لهذا البرنامج، يعني احنا نخطط لخمس سنوات جاية للبرامج اللي تطرحها الجامعة أو راح تطورها خلال هذه الفترة، وبعدين سنويا يكون في مراجعات مستمرة لتقويم مخرجات التعلم لتطوير هذه البرامج، وكل خمس سنوات أيضا نراجع هذه البرامج ودائما نتأكد أنها متطورة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل القطري والتوجهات المستقبلية في الحقل العلمي الخاص بالبرامج الأكاديمية وبما يتناسب مع استراتيجية جامعة قطر. جميل، يعطيكم العافية. طبعا سيد علي، ختاما يعني لو نتكلم عن التأثيرات المتوقعة من خلال مع هذا المعرض لعرض مثل هذه الإصدارات والمشاريع على وعي الجمهور بالتاريخ والثقافة. طبعا في إطار انفتاح جامعة قطر على محيطها المحلي من خلال التأثير الثقافي في طلابها وباحثيها وعموم مواطني دولة قطر، فهي تسعى نشر كتب تواكب التطورات العلمية والفكرية في مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الحقة، ومن خلال عرض منشورات دور نشر دول عربية أخرى تسعى دار نشر جامعة قطر إلى ربط الانفتاح على التوجهات البحثية في إقليميا وعربيا في إطار إشراك الغارة القطري في جل ما يعتمد في مجال البحث والنشر إقليميا. جميل، يعطيك العافية سيد علي، كل الشكر لك ضيفنا الكريم السيد علي محمد، وانت اخصائي تسويق واتصالات أول بدار نشر جامعة قطر، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الاتصال الهاتفي. نعم، وأيضا نشكر الدكتورة منى المرزوقي مساعدة نائب رئيس الجامعة للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة قطر، كل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم. العفو، شكرا لكم على الاستضافة. توقعين من بيفوز اليوم، قطر ولا فلسطين؟ إن شاء الله قطر. نتيجة 2-1. 2-1 زين زين، حلو، فايزين ان شاء الله، تأهل لدور الثمانية ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. زين، ايش رايك نطلع الحين في تقرير ثاني؟ نروح تقرير ثاني، حيث مشاهدينا انطلقت فعاليات بطولة القلايل للصيد التقليدي في نسختها 13 بمشاركة 20 فريق، طبعا تتنافس للفوز ببيرق البطولة اللي تستمر في محمية العري حتى 20 فبراير المقبل. خلونا نشوف تفاصيل اكثر من خلال هذا التقرير. انطلقت اليوم فعاليات بطولة القلايل 13 للصيد التقليدي، والتي يتنافس عليها 20 فريق مقسمة إلى 4 مجموعات. هذه السنة السابعة لي أنا يا راشد أشارك في بطولة القلايل، وثاني سنة مع فريق التحدي. فريق التحدي فريق بطل، وإن شاء الله نحن نضي جماهيرنا داخل، وأبشر إن شاء الله بالتوفيق والخير بإذن الله. تبرز البطولة مهارات المشتركين في الصيد التقليدي والمقناص، كما تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزز عراقة التراث القطري وحياة البادية.
احنا دورنا نجهز المعسكر وترتيبات المساقي وترتيبات يعني الترتيبات كلها الفعليه اللي حق البطوله من جميع النواحي. نستلم المعسكر احنا من تاريخ 20/12، نجهز المعسكر كامل. عندنا معسكر لجنه اعلاميه ولجنه التحكيم ولجنه التجهيزات. طبعا المعسكر ككل نستلمه من اول 12 لين اليوم. طبعا اليوم عندنا انطلاقه المجموعه الاولى بطوله القلايل. طبعا اليوم عندنا اربع فرق مشاركه، فريق التحدي والضعاين والنخش وبرزان. طبعا انطلقوا الحين الفرق المشاركه، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. بطوله القلايل تعتبر من اهم البطولات السنويه التي تستمر لمده اربعه ايام متواصله من التنافس المحتدم بين الفرق، وخصصت لها جوائز ماليه تبلغ قرابة 3 ملايين ريال.
حياكم الله من جديد مشاهدينا من بعد هذه اللقطات الجميلة اللي شفناها وشهدناها في مختلف أنحاء دولتنا الحبيبة قطر، وتحديدا في درب لوسيل وسط هذه الأجواء المونديالية، الأجواء الكروية والاحتفالات. أعلنت وزارة الصحة العامة عن إطلاق حملة وطنية لزيادة الوعي بخدمات الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة، يتعاون فيها مقدمو خدمات الرعاية الصحية العامة في دولة قطر. وتسلط الحملة الضوء على مجموعة واسعة من خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة المتاحة، ومساعدة المرضى في اتخاذ أفضل الخيارات لاحتياجات الرعاية الطبية الخاصة بهم. لزيادة من التفاصيل سرنا نستضيف هنا في الاستوديو الدكتور يوسف خالد المسلماني، نائب الرئيس الطبي للشؤون الكلينيكية بمؤسسة حمد الطبية. نسعد دائما باستضافتك دكتور. أنا أشكرك، شكرا على الاستضافة، وتحية للجمهور متابعين البرنامج. يا مرحبا بك دكتور معنا. يعني بداية لو نتكلم عن هذه الحملة الوطنية والأهداف الرئيسية أيضا المرجوة من خلال هذه الحملة للتوعية الوطنية المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية الطارئة في قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن نوزع الخدمات اللي نقدمها للمرضى إلى خدمات عادية اللي هي العيادات، وخدمات طارئة وعاجلة اللي هي موجودة في عادة في أقسام الطوارئ سواء في مؤسسة الحماية الطبية أو الرعاية الصحية الأولية. الهدف من هذه الحملة هو التأكيد على التعريف، إيش هو تعريف الحالات العاجلة وحالات الطارئة. في اختلاف بين فهم الناس وفهمنا إحنا لإيش هو الشيء الطارئ وإيش هو الشيء العاجل. لذلك إحنا قررنا هذه الحملة بحيث أن نتفاهم ونتحاور على إيش هو التعريف، وكيف واحد يعرف هو يحتاج يروح وين. هل يحتاج يروح المركز الصحي؟ هل يحتاج يروح إلى طوارئ أحد المستشفيات؟ أو أنه يتصل بخدمات الاستشارية العاجلة؟ جميل. طيب الحملة هذه يعني المفروض أنها ما بين المجتمع وما بين المؤسسات الطبية، كيف راح توصل هذه الحملة للمجتمع وهم الهدف الرئيسي من هذه الحملة؟ نعم طبعا هناك في عدة خيارات موجودة، أنتم علميين وخبراء في هذا الموضوع. عندنا فإحنا سوينا موقع إلكتروني فيه بعض المعلومات تساعد الناس على اختيار المكان المناسب للمرض اللي فيه هذا المريض. الشيء الثاني بيكون هناك لقاءات تلفزيونية مثل اليوم، لقاءات صحفية، بيكون على مواصل التواصل الاجتماعي فيديوهات، بيكون في معلومات متوفرة للجمهور تساعدهم في اختيار المكان المناسب لمرضهم. زين دكتور خلنا نبسط الموضوع أكثر. أنا ذا الحين يعني عندي حالة طبية ورحت للطوارئ ما اتصلت، طيب وأشوف الناس اللي تدخل قبلي وأنا منتظر برا، كيف أعرف إن حالتي مو بحالة عاجلة ويمكن يعني يمكنها الانتظار وهناك حالات عاجلة أكثر أهمية مني؟ كيف يعني كيف راح أنا أفهم الموضوع؟ واحدة من المعايير هو الرعاية الصحية الأولية والرعاية التخصصية. فإذا تكلمنا خاصة عن طوارئ مستشفى حمد العام مثلاً، عندنا الإسعاف اللي هو الإسعاف الوطني اللي ينقل المرضى المصابين بحالات صعبة إلى هذا الطوارئ، وفي ناس يأتون ماشيين أو بسياراتهم. مركز الحوادث والطوارئ في ناس متخصصين على درجة عالية جدا من التخصص، يعني يقدر يعالج ناس مصابين في حوادث، ناس عندهم نزيف داخلي، ناس عندهم جلطات في الدماغ، ناس عندهم نزيف، فكل هذه الأشياء ممكن علاجها في هذه المنطقة. لما يجي واحد عنده سخونة مثلا أو ألم في البطن أو وجع في الرأس إلى هذه المنطقة، اللي يصير إنه يصير فيه توزيع سيء للمتخصصين، بحيث أن واحد متخصص في شيء يعني دقيق جدا يعالج مريض عنده شيء بسيط جدا ممكن يعالج بمتخصص آخر. فهذه هي الفكرة الرئيسية اللي نحاول نوصلها للجمهور. جميل. يعني خلنا نقول الواحد اللي محتاج يروح الطواري يروح الطواري، واللي محتاج يروح المركز مركز الرعاية الصحية يروح، لأنه إذا بيروح الطواري بيسبب خلنا نقول زحمة، ممكن يسبب تأخير لحالة عاجلة أو هو نفسه طارئ. يتأخر لأن إذا راح مركز الطواري في حالات عاجلة راح يستقبلونه قبله، لكن أكيد. إذا حالته لا تستدعي ويروح المركز الرعاية الصحية، الرعاية الصحية راح يستقبله على طول. أكيد أكيد. طبعا دكتور في عدة خلنا نقول جهات مشاركة في هذه الحملة، فنتكلم عن دور وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية وأيضا مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب والهلال الأحمر القطري، وكل دور لكل هذه المؤسسات.
طبعا هذه المؤسسات اشتركت مع بعض لنشر الوعي للجمهور. إذا بدينا مؤسسة حنة الطبية في عندنا 7 مراكز طوارئ في 7 مستشفيات، بالإضافة إلى 5 مراكز لطوارئ الأطفال. إذا انتقلنا مركز الرعاية الصحية الأولية عندهم 10 مراكز للطوارئ موجودة داخل المراكز الصحية، 5 منها فيها بالغين وأطفال أيضا. جميل. وإذا انتقلنا إلى الهلال الأحمر عندهم 2 للحالات العاجلة، سدر الطب عندهم أيضا طوارئ أطفال وعندهم طوارئ نساء وولادة. جميل. فهذه المستشفيات والمؤسسات شافت أنه يحتاج وعي، نوعي الجمهور على وين المكان المناسب للمرض المناسب. مثل ما ذكرت، نعم، إذا إنسان يحتاج يكون في الرعاية الصحية الأولية وراح للطوارئ، اللي يصير أنه وجوده في هذا المكان يعرقل علاج الناس الآخرين. هو بيتعالج في النهاية، بما أنه هو مرضه عاجل ومش طارئ بينتظر مدة أطول. طبعا بيزعل لأنه ينتظر مدة أطول، ومثل ما قلت بيشوف ناس يدخلون قبله وما يدري ليش. السبب أن هذا هو المكان اللي يعالجون فيه الناس الطارئين، فلذلك هم يأخذون الأولوية. المريض الطارئ يحتاج يتعالج في خلال 10 دقائق تقريبا، أما العاجل ممكن تنتظر ساعة ساعتين، لذلك وجوده في المكان المناسب بيريحه هو أصلا وبيريح أيضا المرضى الآخرين. لذلك الاتفاق على التعريف إيش العاجل والطارئ بيساعد الاثنين، بيساعد المريض الطارئ، بيساعد المريض العاجل، وبيساعد خدمات طبية أيضا في تقديم خدمة طبية متميزة. جميل صراحة حملة، يعني المفروض أن الجمهور يستفيد من هذه الحملة اللي تقدمونها، لأن فيها وعي كبير، لازم الجمهور يفهمون هذه الرسائل من خلال الحملة اللي تقدمونها. أنت انتبهت للدكتور يقول عاجل وطارئ، تبي تعرف انت الفرق صح؟ يا ليت. طيب دكتور، لا تعرفنا شو الفرق بين العاجل والطارئ؟ هو اي انسان يمرض طبعا في نظره هو تعبان لازم يروح الطوارئ، احنا ما عندنا مشكله من هذه الناحيه، لكن الخدمات الطبيه عالميا وعلميا وبكثير من الابحاث خلال 30 سنة الماضيه اكتشفت ان احسن طريقه للدخول الى الخدمات الطبيه انك تروح للرعايه الصحيه الاوليه. اول شيء في الرعايه الصحيه الاوليه اطباء اسره، وهذه الاطباء الاسره بعد ما يتخرجون من كلية الطب يمرون ب4 إلى 5 سنوات من التدريب على رعاية الأسرة. فعندهم أساس قوي جدا من العلوم الطبية، ويقدر يعالج كثير من الأمراض المنتشرة في المجتمع. هذا الطبيب أيضا طبيب الأسرة قادر على أن يقول هذا المريض عنده مثلا سكري غير منتظم ويحتاج طبيب سكري فيحوله للعيادة، أو السكري اليوم عالي جدا لدرجة أنه وصل 400 و500 ويحتاج طوارئ، فهو يقدر يقدر هذه الأشياء وهو خبير في هذه الأشياء، فيقدر يقول أن هذا المريض يحتاج يروح الطوارئ، هذا المريض أقدر أعالجه، هذا المريض يحتاج يروح لتحويل إلى العيادة. فلذلك الوصول إلى عيادة متخصصة بالضبط، نعم، إن كان أنف أذن حنجرة عظام، نعم، حساسية صدر، بالضبط. فهذا الطبيب هو مؤهل أنه يسوي هذا الشيء. لذلك أنا ما أطلب من المواطن أو المريض أو المقيم أن هو يقدر ويسوي له تقييم لنفسه، لا، أنا أطلب أن هو يروح للمركز الصحي، وهناك أطباء على مستوى عالي من التدريب يقدر يقوم باللازم لخدمة هذا المريض. أكيد أكيد طبعا، وفي المركز ما راح يقصرون معاه أكيد. ممكن أن الواحد يقول لك لا أنا بروح الطوارئ على أساس أنه بخلص بسرعة مثلا، أو أنه بتعالج أسرع، لا غلطان، يروح المركز الصحي يشوف الدكتور، يقدر الحالة اللي فيه، وإذا محتاج أنه يتحول راح يتحول للعيادة المختصة. طيب دكتور، يعني لو نتكلم من خلال هذه الحملة شلون تخططون ومدى قياس مثلا مدى تأثيرها على الوعي العام، وشلون مفهوم أيضا الجمهور من خلال هذه الحملة؟ احنا طبعا بدينا بالحملة لان عندنا معلومات، والمعلومات هي دراسات واحصائيات. اقدر اتكلم عن طوارئ مثلا مستشفى احمد العام، 70% من الناس اللي يزورون مستشفى احمد العام ما يحتاجون يكونون في طوارئ مستشفى احمد العام، يحتاجون يكونون في رعاية صحية اولية. فانت لاحظ ان عندك اذا 1000 مريض في اليوم معناها 700 ما يحتاجون يكونون هناك. فلما الدكتور اللي يقيم الحالات بدل ما يشوف 300 مريض ويقيمهم ويقرر من لا أولوية من الثاني، يشوف 1000 مريض، ففي يجد صعوبة في الوصول إلى المريض اللي يحتاج الخدمة الطارئة، واللي يحتاج الخدمة العالجة العاجلة ممكن يروح طبعا إلى المراكز الصحية يتعالج هناك. هذه الإحصائيات تستمر، فإحنا بعد ما نخلص الحملة على آخر شهر فبراير
بيكون عندنا احصائيات، والاحصائيات دائما احنا نستخدمها في كل المؤسسات الصحيه عشان نعرف مدى قدرتنا على تقديم خدمه للمرضى، ايضا مدى وعي الجمهور للخدمه المقدمه، هل هو جاي للمكان المناسب ولا يحتاج نعطيهم معلومات اضافيه ونساعدهم في اختيار المكان المناسب اللي هم لازم يروحون له. جميل جميل، وكلنا ثقه في دوركم في تقديم الخدمه العاجله والطارئه. بالتاكيد هناك بعض التحديات التي تواجهونها خلال تقديم هذه الخدمات للحالات العاجله والطارئه، خلينا نتعرف عليها. نعم، احنا طبعا الان نقدر نقول عدد سكان قطر وصل 3 ملايين، فانت عندك 3 ملايين من الاشخاص تحتاج تعالجهم. هذا بالإضافة إلى أن في توسع في الخدمات، تكلمنا عن خدمات الطوارئ في عدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، فصار المريض عنده خيارات كثيرة متعددة، فإحنا نبغى نساعده كيف يختار. عالميا تقسم الأمراض إلى أو الخدمات الصحية أولية ثانوية وتخصصية. الآن التخصصية لازم لها تحويل، لأن لازم يكون طبيب شاف الشخص عشان يحول للتخصصية. عندنا بعض المرضى يستعجل الوصول للمتخصص، هو انت لما توصل للمتخصص هو تخصصه في شيء دقيق واحد، مثل انت ذكرت اذن انف وحنجره، فاذا كانت الاعراض اللي لشيء في الوجه او في الانف لكن هي مش اذن انف وحنجره، من الصعب على المتخصص ان يعالجها اذا ما كانت اذن انف وحنجره، اذا كانت شيء ثاني. لذلك احنا نقول ان ما دام فيه عالميا واحنا نستخدم هذا التصنيف، رعايه اوليه ثانوية وتخصصية، أن المريض يوصل أولاً للرعاية الأولية اللي بيحدد هل يحتاج رعاية ثانوية ولا لا. الثانوية والتخصصية موجودة في المستشفيات، فالمستشفيات هي المرحلة الثانية والثالثة، فيوصل للمستشفى، ممكن يوصل للمستشفى غير تخصصي مثل المستشفيات الموجودة خارج الدوحة، هناك طبعاً أطباء متخصصين يقدر يميز ويقول أن هذا يحتاج واحد متخصص في المخ مثلاً، أو واحد متخصص في الأعصاب، أو واحد متخصص في الأوعية الدموية، يقدر يحوله إلى الطبيب المناسب. وإذا كان شيء طارئ طبعاً يطلب سيارة الإسعاف بينقلونه إلى الطوارئ مباشرة، وإذا غير طارئ يحوله إلى العيادة بحيث أنه يشوفونه خلال مدة قصيرة. نعم. طبعاً دكتور، هذه الحملة هي تستهدف خلنا نقول جميع المجتمع، سواء عربي مش عربي، فمتوفرة بكل اللغات. هي يعني احنا طبعا في البدايه بنستخدم المتحدثين باللغه العربيه، وبعدها ان شاء الله بنزيد اضافه لغات في على صفحه الحمله. جميل جميل، يعطيكم العافيه، كفيت ووفيت عن هذه الحمله. لكن دكتور يعني احنا عايشين في قطر، وهذه البطوله وكاس اسيا، لك في الكوره دكتور ولا لا؟ انا الصراحه كنت العب في منتخب وزاره الصحه ما شاء الله، ايام الشباب. جميل بس انا سمعت ان في الاسره اللي متحمس اكثر عندك ام محمد. صحيح لعب لعب زين، فانا اقول لها انا بكون في التلفزيون طالعي البرنامج، قالت لي والله عندي مباراه ما اقدر. مباراه منتخبنا الوطني. صحيح، نوجه لها اجمل تحيه. اذا دكتور ختاما، رساله توجهها من شاشه تلفزيون قطر للمشاهدين بخصوص الرعايه الصحيه، تقديم تقديم الخدمات الصحية لهم. نعم. صراحة احنا طبعا نرحب بالكل في اي مكان يدخلونه، نحب ان احنا نقدم الخدمة المناسبة للشخص المناسب، فاذا كان الانسان حالته او المريض حالته غير طارئة ما في داعي انه يتصل بالاسعاف، وما في داعي انه يروح لمراكز الطوارئ. مراكز الصحية الاولية متوزعة في كل قطر وقريبة جدا من البيت، وهذا الهدف الأساسي، أنت تروح لأقرب طبيب موجود، وهذا الطبيب إنسان متخصص مر على برامج تدريبية، معظمهم أو كلهم استشاريين، فيقدر يشخص ويعالج معظم الأمراض. الأشياء التخصصية يقدر يحولك إلى طبيب متخصص. الله يعطيكم العافية، وجهود صراحة تشكرون عليها في مؤسسة حمد الطبية. كل الشكر لك الدكتور يوسف خالد المسلماني، نائب الرئيس الطبي للشؤون الكلينيكية بمؤسسة حمد الطبية، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، وشكرا للاستضافة، وتحية للمشاهدين. يا مرحبا. تحية لأم محمد اللي بتتابع مباراة منتخبنا الوطني ضد شقيقه الفلسطيني. عبد الرحمن، هالمرة أنا راح أطلعك بتقرير نشوف الأجواء، الجماهير في درب الوسيل وأجواء بطولة كأس آسيا مع الجماهير، ولنا عودة نستكمل من بعدها باقي فقرات البرنامج.
في النهائي ان شاء الله قطر والسعوديه، نتمنى عربيه وما تطلع من الدول العربيه، وان شاء الله في دول عربيه قادره انها تاخذ كاس اسيا، السعوديه وقطر والعراق. شجع السعوديه والسعوديه السعوديه. انا ضايق خلقي عشان الكويت مشارك للامانه، بس ان شاء الله ان شاء الله يروح حق قطر. فاينل بيلعبون قطر والسعوديه. انا من قطر وانا اتوقع ان قطر بتفوز. احنا من الاردن وان شاء الله الاردن تفوز. احنا من سلطنه عمان ونشجع قطر. نشجع المنتخب الوطني العماني طبعا، بس الحين يعني نشجع المنتخب القطري ان شاء الله يفوز بالبطوله بلا منازع. السعوديه ان شاء الله نتمنى السعوديه تبيضها السنه ان شاء الله زي ما بيضتها في كاس العالم بين العراق وقطر، وان شاء الله اللقب عراقي. النهائي ان شاء الله بطوله سعوديه باذن الله، وقدام كوريا ان شاء الله يوم الثلاثاء 1-0. الكوري مشروف فنجانه. انا من مملكه البحرين الغاليه واشجع منتخبنا الوطني واتمنى له التوفيق، واتوقع النهائي بيكون بين اليابان والسعوديه. اتوقع النهائي يكون خليجي بين السعوديه وبين قطر ان شاء الله، وكل التوفيق للنشامه ان شاء الله. ان شاء الله احنا المنتخب العراقي ان شاء الله جايين ناخذ الكاس. احنا اصلا ما جينا الا عشان ندعم المنتخب السعودي، وباذن الله ان احنا نوصل للنهائي. اكيد ان راح اشجع منتخب بلادي، بس الحين حاليا كل المنتخبات العربيه هم اخواننا واهلنا، اكيد ان معاهم كل الامنيات التحيه لكل الفرق العربيه المتاهله المنتخبات العربيه. التنظيم عالمي جدا من البدايه حتى خروج المشجعين. ملاعب على مستوى عالمي جدا، وكل الشكر لكم على التنظيم الرائع. انا رحت على فكره ملاعب في اوروبا، ما شفت الفخامة والترتيب والتنظيم اللي شفته في ملاعب قطر. ملاعب شيء ثاني، شيء روعة، الشغف والحماس والتنظيم والله رهيب جدا. كل الملاعب اللي طبناها ملاعب عالمية، يعني الظاهر أوروبا وظاهر الدول المتقدمة كلش، والحمد لله شكرا احنا متقدمين، دولة قطر متقدمة أعز من لازم. هنيكم على الاستضافة الطيبة هذه كأس آسيا، وما هي غريبة على قطر. الوسيل من افضل مناطق على مستوى الخليج العربي. جنن 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 الاجواء، وجنن قطر، وجنن شعبه، وجنن كل شيء في الوسيل. ترتيب يشهد له جميع الجنسيات العربيه، جميع الاشخاص اللي دخلوا الدوحه. درب الوسيل للفعاليات المصاحبه لهي البطوله جدا ممتازه، بكونها يعني جمعت جميع الثقافات في الدول العربيه والغير العربيه، فاصبحت الناس يعني تتعرف على ثقافات اخرى من ضمن هاي البطوله. انا مهندس وانبهرت صراحه اللي وصلت لقطر والدوحه، ما شاء الله، ابارك لكم على هذا التطور العظيم. ضموا اكبر المحافل العالميه والدوليه على اكمل وجه صراحه. صراحه اجواء مره جميله، شيء خرافي يعجز الكلمات ان توصف ما عملته قطر صراحه. شيء من الخيال ما شاء الله تبارك الله، كتنظيم يعني منطقه تنسى نفسك فيها للأمانة، يعني أهنيكم عليها. شيء جميل لا على البال ولا على الخاطر نهائيا. المهرجانات والحفلات والأماكن كلها جميلة، وكل شيء منظم ترتيب ما شاء الله تبارك الله أول بأول. والله أجواء مجنونة والله، وخسارة يعني اللي ما شافه والله خسارة صراحة. ونتمنى لكم الأفضل دائما، ونشكركم على مجهوداتكم الطيبة وعلى ضيافتكم الطيبة، والله يحفظ البلد ان شاء الله والحكومه، وما قصرت. انت تحتار وين تروح؟ بدك تروح على درب الوسير، بدك تروح على سوق واقف، وبدك تروح على الميناء القديم، يعني ما شاء الله كل الفعاليات جميله، كلهن كل فعاليه احلى من الثانيه. كل الشكر لدوله قطر قيادتهم والشعب على هذا التنظيم الاكثر من رائع، وهو مش غريب عليهم، واكبر دليل نجاحهم في كاس العالم الله يعطيهم العافيه، وهم دائما مشرفين يعني قدام الدول. قطر الان هي نموذجا للتعايش السلمي، نعم هنالك طوائف متعدده، هنالك جنسيات مختلفه الان تحضر بهذه الدوله من اجل نجاح هذه البطوله الاسيويه، فشكرا لقطر، وشكرا لامير قطر الشيخ تميم، وشكرا لكل جهود ساهمت باحتضان هكذا بطولات عالميه وعربيه.
حياكم الله من جديد مشاهدينا، ومن بعد هذه الأجواء الجميلة في درب لوسيل، وشفنا العديد من الأنشطة والعديد من الفعاليات الخاصة ببطولة كأس آسيا. وخلونا طبعا ننتقل إلى آخر فقرة في برنامج في حلقتنا لهذا اليوم، حيث تلتقي المنتخبات العربية اليوم الأثنين في دوري 16، حيث التقى المنتخب الأردني مع نظيره المنتخب العراقي، ويلتقي المنتخب القطري مع المنتخب الفلسطيني في هذه اللحظة. ونتمنى طبعا التوفيق للمنتخبين، ومبارك أيضا للمنتخب الأردني على التأهل. نعم، وفي هذه الفقرة مشاهدينا الكرام نتابع الفعاليات ونحلل مجرى المباريات، ونتعرف أكثر على هذه المباراة الحماسية اللي كانت ما بين المنتخب العراقي الشقيق والأردني الشقيق، اللي انتهت بفوز الأردن وتأهله إلى دور الثمانية، ومنتخبنا العنابي الآن الذي يواجه شقيقه الفلسطيني. راح نتعرف أكثر ونحلل هذه المباريات مع ضيوفنا الكرام، كل من السيد مبارك الخوالدة محلل رياضي من الأردن الشقيق، حياك الله معنا. حياك الله، تحيا ودوم يا ربي. وأيضا السيد بكري كنيفاتي المحاضر بالاتحاد القطري لكرة القدم، حياك الله معنا اليوم. حياك الله. وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خليل التميمي، وهو مدير تحرير صحيفة نبض الخليج من سلطنة عمان، حياك الله معنا. أهلا وسهلا بكم ورحب بضيوفكم الكرام. يا مرحبا. يا مرحبا بك. نبتدي اليوم بالسيد مبارك، نبارك لكم هذا الفوز المستحق، مباراة صعبة اليوم، حتى الدقائق الأخيرة واللحظات الأخيرة تنقلب النتيجة من تقدم العراق إلى تعادل الأردن، ومن بعده فوز الأردن. انقل لنا هذه الأجواء. طبعا بكل تأكيد دائما الأردني والنشمي دائما بيبحث عن الروح في البطولة الأسيوية، والدوحة طبعا دائما وجه خير علينا كمنتخب أردني. فالمباراة الدراماتيكية بأجواءها، تقدم ثم خسارة ثم تقدم بالدقائق الأخيرة، هذا اللي جمل شكل المباراة بشكل عام. فالحمد لله كان انتصار مهم جدا للنشامة، وهي خطوة قادمة، وإن شاء الله كسر من خلال الدوحة إن شاء الله نكسر طبعا حاجز نصف النهاية، ونستطيع الوصول إلى نصف النهاية من خلال التغلب على المنتخب التاجيك اللي بنواجهه يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله طبعا نتمنى لكم التوفيق. سيد بكري، يعني لو نتكلم شوي عن الاتحاد القطري لكرة القدم، ونتكلم عن تطبيق معارف وأهم خدمات الوزارة اللي يقدمها هذا التطبيق. واضحة هي بشكل كثير كبير للأعيان اليوم. بالسنوات الأخيرة أصبحت الدوحة قبلة لكل مين بده يدخل علوم كرة القدم الحديثة، بل أصبحت هي يعني عاصمة الرياضة، سواء من ناحية التعليمية أو من ناحية التنظيمية. نجد نحن اليوم كل يوم حيثما وليت وجهك مع كل إشراقة صباح تجد في ورشة عمل، تجد دورات على مستوى الآسيوي، تجد أنت استقطاب الخبرات العالمية والعربية من أجل التطوير، وهذا الشيء عم تشوفه منجزته من خلال المباريات اللي عم تنقام حاليا في دولة قطر الحبيبة. نعم. الآن ننوه بتقدم المنتخب الفلسطيني بهدف أمام منتخبنا الوطني، ما زلنا في الشوط الأول، ما زال منتخبنا الوطني قادر على تعديل هذه النتيجة، وإن شاء الله يحسمها له. أول هدف للمباراة للمنتخب الفلسطيني. سيد خليل، خلنا نتكلم شوي عن المنتخب العماني في الثلاث مباريات اللي أجراها في هذه البطولة. أهلا وسهلا بكم. طبعا بالنسبة للمنتخب العماني، أمانة احنا قبل لا نتوجه إلى قطر، طموحات أو التوقعات ما كانت تشير إلى أن المنتخب راح يقدم المستوى المعهود أو ينافس أو حتى ممكن يقطع تذكرة الدور إلى الدور الثاني. للأمانة في تبعات سابقة مع المنتخب فيما تخص الجهاز الفني السير برانكو، أعتقد لم يكن هو مدرب المرحلة القادمة، أو لا لم يكن هو مؤهل المنتخب بشكل عام في بطولة آسيا، من حيث الاستعداد، من حيث الجاهزية، من حيث تواجد اللاعبين،
هنا الشارع يعني قبل لا يسافر للمنتخب قبل يتوجه لقطر للمشاركة الشارع أساسا يعني ما متأمن. ولكن احنا كإعلام وكجمهور حبا للوطن يعني مجبورين أو مضطرين نوقف مع المنتخب في كل صغيرة وكبيرة. أكيد. ولكن الواقع اللي صار طبعا شيء متوقع بالنسبة لي شخصيا كخليل كإعلامي متابع المنتخب متوقع يعني بالنسبة لي. سيد خليل, سيد خليل يعني اعذر لي على هذه المداخلة, ولكن يعني رأينا مباراته أمام المنتخب السعودي الشقيق وكان متقدم في أول المباراة حتى تم إجراء تغيير في اللعيبة ومن بعدها تقدم المنتخب السعودي. أنت تقصد هذه يعني التكنيك أو هذا التكنيك الذي قام عليه المدرب؟ طبعا شوف أنا منتخب السعودي يعني أول ما تابعنا الشوط الأول كنا متأملين لخير وتأملنا حتى توقعنا نوصل إلى أبعد من دور 16 البطولة. لكن سيد برانكو الشوط الثاني حسينا أن المباراة راح تفلت منا, أضاع المباراة أمانة. المنتخب السعودي نعم منتخب كبير ومنتخب قوي ومحتاج أيضا على الأقل نقطة تعادل كان في البداية عشان يعود المباراة. برانكو للأسف فتح الملعب لمانشيني, فتح الملعب لما جاب أكثر من مدافع. أنت لما جالس الحين تدافع هنا مشكلة الفريق الخصم راح يضغط عليك. فالمفترض أنه الدفاع الهجوم غير وسيلة الدفاع, فكان مفترض من برانكو ينزل مهاجم الشيخ عشان يعزز النتيجة. لكن أتف هو حافظ على النتيجة. منتخب ما يكبر منتخب السعودي, خسر منتخب السعودي يعني تكلم عن منتخب كبير. المنتخب السعودي منتخب كبير ما ممكن يدخل البطولة ما يتأهل للأدوار النهائية. فكيف أنت الحين من أول مباراة يخسر تريده؟ صعب. للأسف برانكو ما تعامل التغييرات صح. يعني 7 مدافعين في آخر 6 ساعة تواجدوا مع المنتخب العماني. في المقابل مانشيني يزيد بمهاجمين سوي خبرة وهو فاهم وهو رجل خبير واستطاع اقتناء 3 نقاط. مع خسارة المنتخب السعودي حاول المنتخب تدارك مباراة تايلاند ولم يستطع. قرغستان جاءت الفرصة من ذهب, تخيل فرصة من ذهب, ولكن للأسف لم يستغل المنتخب بسبب خطأ دفاعي. نعم. وأيضا أنت رايح تلعب بطولة, أنت ما عندك المهاجم القناص, ما عندك المهاجم اللي يسجل أهداف. هذا للأسف. نعم. يعني نعم. كابتن أو أستاذ مبارك الخوالدة, يعني لو نتكلم عن فعاليات جماهير المنتخب الأردني الداعمة للمنتخب في المدرجات وأيضا استعدادات الجماهير للمباراة القادمة ضد طاجكستان. طبعا في البداية بنستذكر الكلام اللي تحدث فيه سعادة السفير الأردني المتواجد هنا في قطر, قال إنه في بعض المباريات كأنك تلعب في عمان. طبعا من تواجد الأردنيين المتواجدين في دولة قطر الشقيقة. على مستوى رابطة النشامة اللي حضرت من الأردن فهم متواجدين دائما وعلى اجتماع وتنسيقات مع روابط الأندية المتواجدة, الأندية الأردنية المتواجدة في الدوحة دائما لتنسيق الأغاني وتنسيق الفقرات والفعاليات بين طبعا أثناء المباريات وقبل المباريات. وطبعا احنا بنحب كمان نوجه من خلالكم الشكر والتقدير لجميع التسهيلات اللي قاعده بتقدمها اللجان الفنيه المسؤوله عن المباريات للروابط من خلال ادخال الطبل وادخال الامور اللي بتعني الامور التشجيعيه. فكل الشكر والتقدير لهم. واحنا ان شاء الله بالايام القادمه انا من خلال طبعا قبل ما اجي كنت واقف مع رئيس رابطه مشجعين المنتخب الوطني في قطر, قال سترونا مفاجات في المباريات القادمه, انتظروا جمهور النشام ان شاء الله بالمباريات القادمه وخاصه مع طاجكستان ان شاء الله. واضح ان صوتك يعني رايح من اليوم, توك جاي من المباراه. أنا مجرد ما دخلت الملعب حيادي في كل شيء الا حب الوطن, هنا انتهى. أكيد بدي يكون صوتي اكيد يعني بضحي بصوتي لاجل وطني. نعم بالتاكيد. زين محلل رياضي, ومباراتكم مع طاجكستان الحصان الأسود اللي مفاجأة هذه البطولة, أول مرة يتأهل وأول مرة يتأهل لدور الثمانية, كيف تتوقع أن تكون
تشكيلة منتخب النشامة؟ احنا قبل ما ندخل موضوع التشكيلة خلينا ندخل من هو المنتخب التاجيكي. المنتخب التاجيكي احنا لعبنا معاه قبل البطولة، لعبنا ضمن تصفيات كأس العالم، هو موجود متواجد بمجموعتنا، وخرجنا بنقطة من طاجكستان، نقطة صعبة جدا، منتخب متطور جدا، منتخب استعد استعداد تام للبطولة، شهر في دبي قبل البطولة، معسكر دخل، وقبل البطولة كمان دخل بأسبوع هون على الدوحة، فمنتخب بحضر حاله. منتخب اليوم حكى، سألت سؤال شو يعني منتخب طاجكستان لمين بتشبهه؟ قلت منتخب الأردن 2004، منتخب بيلعب بالروح والحماس، منتخب تكتيكي صعب جدا، صعب انك تعرف الخطط اللي عنده لانه كمان مش مكشوف لبعض المنتخبات. فمواجهتنا انا حكيتها، مواجهتنا مع المنتخب الطاجيكي راح تكون مواجهه صعبه جدا، اصعب حتى من مواجهه المنتخب العراقي، مع احترامنا طبعا المنتخب العراقي، لانه الان احنا انت قاعد تنظر للامام لكسر حاجز. الحاجز اللي احنا بدنا نكسره انه بدنا نوصل نصف نهائي البطوله، احنا ما وصلنا بحياتنا لنصف نهائي البطوله، وانك تقعد امام منتخب خصمك ايضا بتصفيات كاس العالم فهذا صعب جدا، وهو عنده ايضا الدافع، وبجوز عنده الدافع الاكبر منك اكثر منك لتقديم شيء اثناء المباراه. لكن احنا بنعول على روح النشامه دائما وابدا، دائما هي متواجده في البطولات الاسيويه. ان شاء الله. جميل ان شاء الله. جميل. استاذ بكري، يعني لو نتكلم عن ارث المونديال بطوله كاس العالم، اكيد انه ساهم في تنظيم بطولات احترافيه باحترافية عالية، يعني على ماذا تؤشر هذه الاستضافات التاريخية للعرب ولدوحة الخير؟ نعم، الإرث هو طبعا مستدامة، مثل ما شفنا نحن هذه البطولة ب 24 ولكن هي بنطلق عليها 23. السبب الرئيسي أنه ما حدث في الصين أدى لاعتذار الصين عنها، والدوحة قطر استضافتها، بالتالي هذا الشيء بيعطيك إيحاء أنه أرث كأس العالم أصبح مستدام. ربما أول كرة ركلت في كأس 2022 كانت تحمل الرقم 901 كمباراة، كعدد أرقام لمباريات كأس العالم. من حسن الحظ إلي أنه حضرت معظم، يعني كم متواجد في أوروبا، معظم بطولات كأس العالم الأخيرة، يعني من التسعينات وانت جاي، كنت دائما ما بين البطولة والبطولة أجد تطور يفرق، عندك مدة زمنية 4 سنوات. نعم. إنما الدوحة من خلال 901 اعتقدت أنا شخصيا كأنه سبقت الزمن، دخلتنا بالألفية الثانية لمباريات كأس العالم كرقم. فبالتالي الأرث، خليك من موضوع الخدمات والمواصلات والحضارة والمباني والرسائل الإنسانية اللي كتبتها الدوحة بحروفها هي وفرضتها كاحترام وكتبادل ثقافات مع الشرق والغرب، وزيد على ذلك تبني حفل الافتتاح الأخير رسائل بالجملة وشيء يسلج القلب حقيقة، يعني بيقول لك يسر الناظرين ويسلج الصدور، وتشعر حالك أنه أنت أصبحت تنافس بل تعلم الدول الغربية. أنا زاروني كتير أصدقائي، مدير التعليم اتحاد البلشيكي عمل برو، كتير ناس من محاضرين أوروبيين، إنما الدهشة، يعني الدهشة، يعني كل من زارني في من هولندا من أوروبا من الزملاء والأصدقاء وكلهم رياضيين، كنا نحضر يعني آخر بطولة بروسيا كنا حضرناها معاهم اللي حضرون، قالوا لي بكري يوجد فروق كبيرة جدا. قلت له هذا هو اللي الإنسان العربي والمسلم عندما يضع هدف بيمشي وبيعرف طريقه، فالمرء يعني الطريق، الناس بتفتح الطريق للمرء العارف هدفه. وليس بغريب، اسمحوا لي ان اطلت، لما بدت اغنيه اسيا الحاليه هدف مع مطلع العام، فهدف هدف لا شبكه حولنا. بالتاكيد هدف هدف. ننتقل الى السيد خليل التميمي عبر الاتصال الهاتفي من سلطنه عمان، وختاما معك سيد خليل، يعني المنتخب العماني لمره واحده تاهل الى دور 16 في النسخه الماضيه من كاس اسيا 2019، ماذا نرى لمنتخب عمان الشقيق مقدما؟ هل نرى يعني تحسن في البطوله القادمه؟ حتى لو رجعنا الى الذاكره 2019، المنتخب فعلا تاهل للمره الاولى
دور 16 وهي طبعا المشاركه الخامسه الحين للمنتخب. اربع مرات لم يتاهل ومره واحده تاهل هي المشاركه السابقه. حتى التاهل ما يعني المنتخب الى دور 16 تاهل هزيل جدا لان المنتخب حصل على 3 نقاط فقط وتاهل. ومباراته في قطر كان مطالب ب4 نقاط لكي يتاهل ولم يحصل على 4 نقاط. حتى كان 3 نقاط ربما كان المنتخب يتاهل. المنتخب في 2019 اول لقاء خسر من اوزبكستان 2-1 واللقاء الثاني خسر من اليابان 1-0. فكان في الفرصة الأخيرة أمام تركمستان في اللقاء الأخير ولله الحمد فاز ومشاركته كانت ناجحة وجيدة وسجل تقريبا 4 أهداف وصعد دور 16 وخسر من إيران بهدفين. ولكن المنتخب أمانه يعني ما هو يعني فعلا صعد ولكن صعد بشق أنفسنا نقول. تكلمني عن البطولة القادمة. البطولة القادمة احنا محتاجين شغل كثير محتاجين عمل يعني تمكن في التالي. أنا لخص بعض النقاط اللي يعني لازم محتاجين نعملها. احنا محتاجين لتطوير الدوري في سلطنة عمان بداية بالمراحل السنية. والعمل على تقوية الدوري من أجل يعني من خلال زيادة المبالغ النقدية للأندية وزيادة المحترفين والاهتمام كثير بالأندية والعمل على الاهتمام باللاعبين الشباب وصناعة مهاجم. أنت اليوم في كأس آسيا ما عندك مهاجم. سجلنا هدفين يسجلون واحد من ضربة جزاء أمام السعودية واحد جاء أسد ربكة بين المهاجمين المدافعين وجاء هدف عن طريق الفار وطبعا هدف سجل المدافع وحد يكون سجل المهاجم. أنت ما عندك الأسد مهاجم وأنت ما عندك ظهيرين. الأسد ما عندك الظهير الأيمن اللي احنا اشتغلنا فيه كان أمجد عارفي برانكو. الأسد لم يكلف نفسه في البحث عن ظهير فجاب أرشد العلوي. أرشد لاعب ممتاز في خط الوسط مع عارب السعدي وسابق ويلعب مع نادي ما في نادي السماعيد الفارسي أحد المنتخب وكان لاعب متميز. أنت الحين تجيب أرشد ظهير. أنت عندك في سلطنة عمان في دوري عمان تل أو دوري المحترفين 12 فريق أو 12 نادي على الأقل في كل نادي 4 ظهير أو ظهيرين يمين 24 ظهير في عمان. أنا كلمت من دوري واحد ما قررت كلمت نفسه نجيبه. للأسف إحنا برانكو يعني لخبط مع الأمور. وأنا أحمل الاتحاد عمان لكرة القدم مسؤولية الأولى في هذا الإخفاق. احنا نتمنى السيد خليل نتمنى لمنتخب عمان الشقيق التطور دائما وبالتأكيد حرص اتحاد السلطنة لخدمة الكرة العمانية في المستقبل وخدمتها والتألق دائما في كل البطولات. إذن كل الشكر لك ضيفنا السيد خليل التميمي مدير تحرير صحيفة نبض الخليج من سلطنة عمان في عبر هذا الاتصال الهاتفي. كل الشكر لك. أزف الخبر الجميل تعادل منتخبنا الوطني بهذا الهدف على من قائد منتخبنا الوطني حسن الهيدوس حيث يعني سجل هذا الهدف ليتم التعادل ما بيننا وبين المنتخب الفلسطيني الشقيق. ريحتنا أسعدتنا كابتن حسن السمي يعطيك العافية. يعني قبل ما ننهي هذه الحلقة يعني رديت فينا الروح. كلنا ثقة في بطول في أبطال العنابي. قبل ما أختم بكلمة النهاية بين من ومن؟ الأردن ومن؟ واليابان. ما تجي إلا صح تجي الأردن واليابان. سيد بكري قطر والسعودية راح تواجد واحد منهم بالنهائي. لا أعطني فريقين اتمنى اثنين ليش لا قطر والسعودية. اذا كل الشكر لضيوفنا الكرام. اكيد نشكر سيد بكري كنيفاتي المحاضر بالاتحاد القطري لكرة القدم وايضا سيد مبارك الخوالدة المحلل الرياضي من الاردن. كل الشكر لكم على تواجدكم معنا اليوم في الاستديو. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم نهاية هذه الحلقة. الى الان النتيجة 1-1 لمنتخبنا الوطني مع نظيره الفلسطيني. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني والتأهل الى دور الثمانية. اكيد نتمنى التوفيق للمنتخب وان شاء الله نشوفكم بكرة في نفس الموعد. تابعونا مع السلامة.